عند اقدم مول كاسيت في مدينه فاس. قلبوا على كاسيطات سيمون العيساوي نشوفوا واش لقاوها ولا لا. في الاخر ديال الفلوق غتشوفوا واش لقينا الكاسيطه ولا لا. حنا بصدد البحث. هلا حنا كنتواجدوا بالقديمه قديمه في فاس. اخويا سيمون العيساوي، سيمون العيساوي تحياتي. هذا واحد الفان ديال سيمو العيساوي صفارين مباشرة مع رضا. مع رضا رضا خونا عزيز. شنو هما الاغاني اللي كيعجبوك سيمو العيساوي؟ كله عندنا عزيز هو بوحده بلا اغاني. شكرا. عندنا شخصيين مربين مأدب الله يعمرها سلعة. شتي ناضي كناضي شتي سلعة مباشرة. خويا مصطفى، سي مصطفى شخصيا هو معانا. وصلنا الصفارين اخويا سيمون العيساوي. خويا مصطفى كي جاتك الصفارين؟ هذاك الشيء راه مدينه قديمه عندها وزن انترناسيونال. هذا هو الكلام الجميل. حنا مازالين في الجوله ديالنا، غادي تكون جوله في رمضان زوينه في مدينه فاس. الاجواء الرمضانيه في فاس رائعه. سيد كروسه السي بدر. ها السي بدر هو شخصيه. تحياتي السي بدر. هذا صديقي الحقيقي في مدينه فاس السي بدر. وتحيه للحيينه. حيينه بير هربيل. لا فاميلي هربيل. هربيل من الكبار. هذا هو الكلام الجميل. الان دابا وصلنا الصباغين، بلاصه ديال الصباغه. كنتواجدو في رحم الزبيب بالضبط في الطريق الى راس الشراطين. سيمو شنو ناخذو من هنا؟ الحلوى. الحلوى ياك اخويا. حلوى حلوى بريوات. حلوى مولاي ادريس. هادي في خاطرك ادريس لوكيلي والشمخة غادا توريتي هذا جينيو ربا. يكتب وسط بالي غيب فيها زيد الطلاب. يا قتلتني بسحورة غادي. فين نمشي؟ ها؟ فين نمشي؟ نمشي لمولاي ادريس عند واحد الصديق ديالي نشوفو. بادر كي ندير اش كيقول؟ لا غادي نرجع. بادر ما عندوش الوقت. ما عندوش الوقت. بادر ديما مزروب. مضاضر بصحة. مضاضر اخي بادر بصحة. مضاضر اخي بادر. سيمو العيساوي واش كتقول في هادشي المضاضر اللي دا بادر؟ دا ثلاثة ديال المضاضر السي بادر. كيمشي هو غير بثلاثة فهمت؟ ثلاثة بالجملة. الجملة 3 كيلو تريد. 3 كيلو. 3 كيلو تريد. كاين غير ثلاثة. ثلاثة العيالات. ثلاثة العيالات. ثلاثة العيالات عندك. أحسن رجل. سيمو العيساوي عييتي في عقبة؟ ها؟ عييتي عييتي. لا عييتش. الصيام راك عارف. الصيام. مشينا بزاف. هذا السي أجاس، هذا هو السي عبد الرحيم. أشهر مول السفنج في فاس. اللي ما كلاش السفنج عند عبد الرحيم مات أعزب. حنا كنتواجدوا الان في الشماعين. في الشماعين قصريه الكفاح قرابين ليها. غادي ندخلوا لمولاي ادريس ان شاء الله. كي جاتك الاجواء السي والله الروائح العطور؟ تحيه الناس فاس و اي حاجه بغيتها تلقاها سير بلاص فاس. شوف سي مصطفى عند اقدم مول كاسيط في مدينه فاس. قلبوا على كاسيطات سيمو العيساوي شوفوا واش لقاوها ولا في الاخر ديال الفلوق غتشوفوا واش لقينا الكاسيطه ولا لا. حنا بصدد البحث.
صاحبك ها مولاي ادريس سي عزيز عزيز ديدي وضوطات الحاج والتيرنس تحياتي معكم سي مولاي عيساوي احنا كنتواجدوا في المحل ديال خويا عزيز اون فاس مولاي ادريس تحيه للناس التيرنس تحيه لضوطات الحاج هذا هو صاحبك اللي قلت لك جاي عنده هذا هو اللي جاي عنده تحيه خاصه للناس ديال لضوطات الحاج اييه كاع وكاع تحية الشرق كامل وشكرا للاستيساف كاع اللي يحبونه هذا خونا عزيز كيتواجد اون فاس مولاي ادريس السي عزيز اللي بغيتها تلقاها واجده حتى اللي ما كاينش قال كيجيبوها الطريقة ديال التخليطة عند خونا عزيز هادشي انكرويابل عضو دوت كام تحية سيدي ديما وطات الحاج ديما وطات الحاج ديما دواري تيرنس وناحية الناس تيرنس تيرنس يا احمد تيرنس ديما القبر ديالي تما ديما واحد تقدر تقبل شي طاجات تسوي فوق الزعيم الباقي ديال القاسم في حاجه حاضر شنو داك الصوافي هذا صاحب العاوتاني ديما عندي حبيبه وما لقيتش الحوض سيمو العيساوي عطاهم الافتتاح للحلوى شنو هو الثمن سيمو العيساوي تحيات الناس قرسيف وناس وطار لنسابي الله يسترك السيارة عزيز ديدي الله يعطيك سيمو العزاب ناضي سيمو شنو غتاخد دابا ناوي نسمي المعمر اخويا هذايا هذا ما باقي شويه الفطور غير ساعه بدر فين حنا دابا فين حنا فوق مخفيه فوق السينما فين انت سيمو انا فين فاس انا فاس شوف
حنا لقينا الكاسيطة ديال سيمو العيساوي البوم الاول الري سيفون دي انت ديها سيمو العيساوي شنو هو الشعور ديالك ملي لقيتي الكاسيطة ديالك من الاوائل في الكاسيط في المحل ديال الكاسيط فوالا هذا السكسي ديال سيمو العيساوي تحية لي فانز ديالنا ماروكو في اوروبا لا دابا شنو الاحساس ديال سيمو العيساوي احساس جميل جدا وسيرتو مع السيد هذا اللي محتار كيرجع خد فوق عنده سي مصطفى هو اللي نبهنا له سي مصطفى هو اللي شافه هنا لهذا المحل تاع سي بدر هو اللي شرى الكاسيطة دابا هو اللي شرى سيأخذها في لي زونشير هذه لي زونشير ياخذها في لي زونشير بلاله ها انتوما دابا حنا سيمو زايد على داك الكاسيط عرب والثمن راه الفنان قدامك باب مولاي ادريس خويا ادريس الصادقي ومرقيت هذه الكاسيطة راه والله العظيم بحال عمر كاسيطة هذا راه عرب هذا اه الله يحفظه رجعنا للمدينة القديمة حنا بالضبط في الرصيف شوية الحرارة غادي نتجهوا باتجاه السيارة باش نمشيو ان شاء الله نفطروا وان شاء الله طرام مجموعين ان شاء الله صفروا صفروا المهم نواحي صفروا الهليل تحيه خاصه للصفراء وكاع وكاع الناس اللي حبوا سيمو العيساوي فاحنا هذا هو الاخر ديال الفلوق المهم تابعونا وانتظروا هذا الفلوق على قناه سيمو العيساوي وديما تحياتي اللي ما مابونيش يدير نعيم سيمو العيساوي اوفيسيال وراه سيمو العيساوي ديما حاضر ديما كاين جاد شكرا خويا سيمو الفاسي ونتمنى لكم التوفيق شكرا على الاستضافه وتحيه للناس فاس والجنرال وديما ديما جديد ديما جديد